بعد نخش للطبق بتاعنا الاساسي بقى، نتبل الفراخ اللي هنعملها مشويه بالزبادي والثوم. مقاديرها على الشاشه. افخاد الفراخ او دبابيس فراخ مخليه من العظام، معانا زبادي ومعانا ثوم ومعانا كزبره ومعانا معلقتين من النشا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ادي الفراخ، نبص عليها كده ولا يا شباب؟ انا معاك اهو، ثوم، زبادي، بقدونس، كزبره، بهاراتنا بالشكل الحلو حضراتكم شايفينه ده كده. ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. فراخ مشويه بالزبادي والثوم، كل حاجه على النار وعلى عينك يا تاجر. وانا كل حاجه في وقتها. خلاص المقادير يا شباب، اشتغل. طيب هناخد الفراخ الحلوه دي كده. الله، دي يا اما انت تجيبيها بتشيل العظمه او الدبوس بسكينه صغيره زي ما معانا كده، يا اما بتوصي الراجل الفرارجي او الجزار او المكان اللي بتجيبي منه الفراخ يسحبها لك بالشكل ده كده، وده اختياري. هنتبلها شوية زعتر حلوين، شوية ثوم حلوين، عصرة ليمونة حلوة. دي الفراخ معانا جريلا بتسخن في الفرن، زيت زيتون. هنقلل التوابل لأن دي هتتعمل بالزبادي، والزبادي ما يحبش توابل كتيرة. تمامه ثوم وكزبرة، ده زيت زيتون، ملح وفلفل. الالوان زي البابريكا والكركم مش مرغوب فيها مع الزبادي. كل حاجه على النار، والصوره الحلوه بتتكلم عن نفسها، رايحه جايه على البوتاجاز بتاعي. في شعريه بتتحمر في سمنه، في عدس بيستوي على النار مع بصلايه متحمره في معلقه سمنه، في بقى كنز من الخضروات مع رز مصري مع فليفر وطعم، يجمعهم طاجن دلوقتي مع وايت صوص وجبنه. الفراخ كده اتبلت زي الفل، ومعايا الجريلا بتاعتي بتسخن في قلب الفرن. تعالوا نكمل الرز نخلص منه عشان نوسع لنفسينا، عايزين النار، ده الطبيعي، وسعي لنفسك كده. هنجيب الطاجن بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، طاجن حلو للتقديم، احمر ابيض ازاز زي ما انت عايز. بعد ما تاخد الغلوه على النار، خلينا نحط الايه، اللهم صل على النبي، نحط الجريلا بتاعتنا علشان نبدا نشوي الفراخ الحلوه دي اللي هنقدم معاها زبادي وتوم. يلا يا غالي، يلا ربنا ينصرك. حلو، يا الله، كان عم إيهاب هنا دلوقتي. ها؟ لا هيشتغل بإذن الله. مش تشوف الفراخ أخبارها إيه؟ أخبار الجريلا إيه؟ نشيل دي من هنا اللي مضايقاكوا، وناخد الفراخ الحلوة مع رشة زيت حلوة على الجريلا بتاعتي، اللهم صل على النبي. وناخد الفراخ اللي متبلة دي كده، دي مش تاخد وقت، دي في 5 دقايق خلصت. فراخ مسحبة، المسمى الطهوي بتاعها دجاج مسحب بالزبادي والثوم. بيت الأكلة دي المطبخ الشامي. يا حلاوة، هو ده. تعالوا نشوف الزبادي أخباره إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية زبادي حلوين كده معانا. على طاسة كده على النار، خلينا هنا. حلو، ناخد الزبادي الحلو ده كده، بننزل على الزبادي ده ببيضة،
احنا مع بعض كده السلة. عايزين نعمل حاجة جديدة. فص توم قليل من النشا والفراخ بتستوي. قليل من عصير الحامض ونقلب. نار هادية. على الفراخ ما تستوي طلع معايا الزبادي بالثوم والليمون على نار هادية بواسطة معلقة نشا عشان ما يقطعش مننا ويبرغل مننا ويبقى شكله لطيف. نشيل كل ده من هنا والفراخ بتتحمر. قليل من الكزبرة الخضراء معانا. طبق التقديم فينو هو ده. اوف اوف اوف. يلا يستاهل. اخبار الفراخ ايه؟ زي الفل يا عم الشيف. اتحمصت مع زيت زيتون عصرة حامض. والجريل لازم تكون سخنة. بتشوي برجر، بتشوي فراخ، بتشوي لحمة، بتشوي كفتة، بتشوي ريش. يفضل النار تكون شديدة. علل ولماذا يا شيفنا؟ عشان نحافظ على السائل أو الجوسي اللي جوه حتة اللحمة أو حتة الفراخ. شفت احنا شغالين ازاي؟ الله. سيبها على النار متقلقش. شيل دي من هنا. نوسع لنفسنا. نشيل كل حاجة بقى. خلصنا. أنا والله جاي على بالي يعني في وقت أعمل حاجة لطيفة كده بما إن في عيش معايا. للأمانة يعني. معانا وقت قد إيه يا أستاذ رحاب؟ طبق كده يعني، طبق كده افتكاس. كام يا فندم؟ 6 دقايق؟ حلو، نعمة. يلا 5 دقايق نعمة برضه. هعمل حاجة لطيفة كده واحنا شغالين مع بعض. بالتأكيد هتعجب حضراتكم. إيه هي؟ مش عارف بصراحة. محدش يسألني. خبط في الحلل، محدش يسألني غير لما أعملها. طاسة على النار. فيها معلقة سمنة. السلة يعني. حلو؟ معلقة السمنة دي عليها شوية توم وشوية كزبرة. الطبق ده لازم تعمليه النهاردة لجوزك. توم وكزبرة نسيبهم على النار. شوفي هعمل ايه دلوقتي حالا. التركاية دي ها؟ تدعيلي. ناخد من بهريز الفراخ ده. الله عليك يا شيف. شفت المطبخ وحلاوته؟ شفت المطبخ وجماله؟ الله. يا ويلي يا ده. بنرجع الفراخ تاني للنار. وانا شغال كده. حلو؟ دول عايزهم انا. نجيب شوربة العدس اللي كانت معانا من شوية عشان نصلي على الحبيب وناخد دعوة حلوة. كل الأمهات اللي بيتابعوني ونعمل الحركة دي. ده عدس مع البيضة مع الكزبرة. نشيله من النار. ناخد الفراخ استوت. شفت شكل الفراخ وحلاوتها؟ الله. فراخ بتقرمش زي الايه؟ زي الفستق الحلبي تحت اسنانك. انا بحب على فكره دي تتعمل شيش طاووق او تتعمل مشوي. ناخدها زي ما هي كده. خرجنا الجميل تستاهل الحب. ناخد البهريز الحلو ده نرفع دي من النار.
ناخد البهريز الحلو ده كده. الله، تدعي لي برضو في الفراخ دي. ها، ده زبادي مع بيض مع نشا مع شويه حب، هم مش عارف. بس المطبخ ده لما تحبيه هتلاقي نفسك كده عامل زي قاعد على الاورج او على البيانو يعني، وبيعمل ايه، مقطوعه موسيقيه واخده حقوق الطبع له. بس خلي بالك الكلام اللي بقوله ده مهم جدا. مش لاقي نحط اغنيه كده على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب يقول لك الاغنيه دي المزيكا بتاعتها محظوره؟ هو نفس الكلام.